بكم جميعا وأعبر لكم عن شكري وامتناني لحضوركم ومشاركتنا الاحتفال بالذكرى 10 لإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة دمشق، والتي ارتأينا أن نجعلها مناسبة للوقوف على ما تحقق من منجزات والتعريف بالمجهودات المبذولة للنهوض بأوضاع قطاع السجون وإعادة الإدماج. إنما صار بناء هذا القطاع ليس حديث العهد، بل إنه انطلق منذ الاستقلال، فمنذ ذلك الحين وهو في تطور مستمر، وقد تعاقب عليه مسؤولون أكفاء وعمل به موظفون وأطر ساهموا جميعا في النهوض به، كل حسب الظروف والإمكانيات المتاحة. وتظل نقطة التحول الكبرى هي إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب الظهير الشريف رقم 10849 الصادر في 22 من ربيع الثاني سنة 1429 الموافق للتاسع وعشرين أبريل 2008 الذي أصدره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك في سياق مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وما أفرزته من تطور في نوعية الجريمة ونمطها من جهة، وتماشيا مع الدينامية الإصلاحية العامة التي انخرطت فيها بلادنا من جهة أخرى، حيث عرف القطاع قفزة نوعية بفضل العناية والتوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالته علي الحرص على توفير الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية والنهوض بها، صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم، اعتماد تدبير احترافي دقيق بالمؤسسات السجنية وتحديث وتطوير العمل بها، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي للنزلاء. وقد تجسدت العناية المولوية السامية للقطاع أيضا من خلال الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء الذي يرأس جلالته أيده الله مجلسها الإداري، أو من خلال الزيارات المتكررة التي تحرص جلالته على القيام بها لتفقد أحوال رعاياه من نزلاء ونازلات المؤسسات السجنية. حضرات السيدات والسادة، لقد فرضت التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عرفتها المملكة المغربية على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تتطور بدورها لمواجهة التحديات التي تطرح هذه التحولات، وذلك من خلال الإعداد وتنفيذ خطط وبرامج ترتكز على ثوابت علمية وإجرائية تهدف إلى ألسنة ظروف الاعتقال وتأهيل أنجع للنزلاء والنزيلات لإعادة إدماجهم في المجتمع، وتأمين أكبر للمؤسسات السجنية، وعصرنة التدبير الإداري للقطاع بما يكفل تحقيق هذه الأهداف. فعلى مستوى ألسنة ظروف الاعتقال، تركز اهتمام المندوبية العامة على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية من خلال بناء سجون جديدة وإغلاق أخرى متهالكة، والرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء، وتتيح إعمال تصنيف ملائم لهم وتحسين تغذيتهم من خلال الرفع من الحصة اليومية المخصصة لكل نزيل وتحسين جودة الوجبات، كما أولت اهتماما خاصا للرعاية الصحية. فبادرت إلى تعزيز شراكاتها وفتح قنوات تعاون جديدة مع عدة فاعلين وطنيين ودوليين في الميدان لتكثيف الحملات الطبية لنزلاء السجون وضمان حقهم في العناية والعلاج كسائر المواطنين. موازاة مع ذلك، جعلت المندوبية العامة المقاربة الحقوقية بالوسط السجني في مقدمة أولوياتها من خلال تعزيز الانفتاح على الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين والجمعويين، وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين حول حقوق الإنسان، وإطلاق ورش إصلاح القانون 23/98 المنظم للسجون، وتفعيل الآليات الكفيلة بضمان حق النزلاء
في التشكي والتظلم. حضرات السيدات والسادة، إن النزيل يظل محور العمل بالمؤسسات السجنية، فهي تقدم جميع البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تهدف إلى تقويم سلوكه من أجل إعادة إدماجه في مجتمعه، وهي بذلك مؤسسات يتكامل فيها ما هو أمني مع ما هو اجتماعي وإنساني. لذلك عملت المندوبية العامة منذ تأسيسها على اعتماد طرق مبتكرة في تقديم تلك البرامج لجذب السجناء للانخراط فيها وتوسيع دائرة المستفيدين منها، كما حرصت على عقد شراكات عديدة مع هيئات وطنية ودولية للمساهمة في تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، إيمانا منها بأهمية المقاربة التشاركية في إنجاح هذه البرامج، وبضرورة تعزيز الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وإشراكه في تأهيل السجناء لإعادة الإدماج. إن الإنجازات المحققة على مستوى تأهيل السجناء لإعادة الإدماج لم تقتصر فقط على تحسين المؤشرات ذات الصلة، بل امتدت خلال السنتين الأخيرتين لتشمل إطلاق جيل جديد من البرامج التي ترتكز على تشجيع الإبداع في مختلف تجلياته الحرفية والفنية والثقافية والأدبية، بهدف إبراز مؤهلات النزلاء وملكاتهم الإبداعية وتثمينها لخلق فرص حقيقية لإدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنها. كما شملت هذه الإنجازات تفعيل مبادرات متميزة لم يسبق لها مثيل في مجال التأهيل لإعادة الإدماج، إلا أن النهوض بأوضاع النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج لا يمكن أن يتأتى إلا بفرض الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وما تنسوش ديروا جيم للصفحة ديالنا على الفيسبوك باش توصلوا بكل جديد.